بمنحك أعرب الذكر الحكيم ومدح الله برهان عظيم وفضلك لم يطير إنس وجن له حصرا وهل تحصى النجوم براك الله من نور التجلي يا عبد فطاشت في حقيقتك حلوم إلى أن قال طائفة الغلاة لأنت الواحد الحي قديم أمير المؤمنين وكل قوم عليهم منك الجنب عميم حول أمره عليه خيال وهم لا يحوم مقيما فرضه والعطف مهما سقاه الدم حركه النسيم سوى هذا اللعين فحكمها بأم الراس منه أين المنادي وعليا فحكمها بأم الراس منه وحكم البيض إجحاف عظيم يا شمس لا تطلعي يا شمس لا تطلعي واسمعوا صوت النعي جرح نفسي يا شمس لا تطلعي فجعنا بصوت الدعي راح أمير المؤمنين عليكم راح جرح راسي وصوبه ومن دموعه الدنيا كلها مظلمة الدنيا كلها مظلمة راح الناس
زينب والحرايم معولة راح بير المؤمن راح بير المؤمن بتنا ليلة العشرين من شهر رمضان مع أبي أمير المؤمنين وكان يغمى عليه دار رحم الله من نادى وعليا ويفيق أخرى وقد سر السم في بدنه وصار وجهه مبيضا مصفرا وكان قد حصل بعصابة صفراء حتى جاء الإمام الحسن وأدخل اللعين عبد الرحمن بن ملجم على الإمام أمير المؤمنين ففتح علي عليه السلام عينه في المؤثرة جدا والحزينة حقيقة لأن أمير المؤمنين هو الذي رباه هو الذي اعتنى به وعيونه دامعة وهو يقول يا ابن ملجم لقد أتيت شيئا عظيما فعلت بك لكي تقتلني سويت هل كنت بئس الإمام فخاف العين وصارت دموعه تتعاطل على وجهته المشهوره قص فأخذ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يعد أنينا يقطع القلوب ويفطر الأكمام وهو ينادي اللهم بارك لي في الموت حتى يضج من كان من منزل مع علي بن أبي طالب عليه السلام إلى أن جاء بذلك الطبيب السكوني وكان من أحدق الأطباء يقول دخلت على أمير المؤمنين وكان رأسه مرصب بعصابة صفراء لا أدري أيهما أصفر العصابة أم رأس أمير المؤمنين فجلس الطبيب السكوني وتباعدت الناس فقال علي بعرقي بأدشاة عرقي أدشاة حارة ذبحوا الشاة واستخرجوا من رئتها عرقا أبيضا إلى أن جاء بالعرق ففك ذلك الطبيب العصابة تعطئوا رأسكم وتخيلوا فانفجر الدم من رأس علي رحم الله من نادى عليا ثم قام بإدخال ذلك العرق في رأس أمير المؤمنين ونفخ فيه مدة قصيرة وقد أخرج ذلك العير وقد أجهش بالبكاء والإمام الحسن يسأل الطبيب يا طبيب أخبرنا عن حال أبينا والطبيب ما يقدر يتكلم شي يقول إلى الإمام الحسن ثم نادى يا علي يا أبا الحسن اعهد عهدك وأوصي وصيتك فإن
الكلام والناس جالسين يسمعون الكلام. أراد أن يتجلد أبو محمد الحسن ما يقدر. دخل إلى غرفة وكانت زينب عليها السلام خلف الباب تسمع نداء الطبيب. وصار الحسن يبكي أمام عيني الحمراء زينب. ايش قالت لزينب؟ قالت لي ليش بتخبرني ايش حال ابو المؤمنين؟ يا نور العين سالف لي. يلا وياي يا حبيبي خففوا شوي يا نور العين سالف لي الطبيب ايش قال لك عنك؟ اريد اسمع صوتكم. ما اقرا الا اسمع صوتكم. يا نور العين يا زينب يا قالت وحدها